السلام عليكم أحباب لينكسيس جيمر مرة أخرى في لعبة جديدة. اليوم سوف أقدم لكم لعبة لينيج 2. ما هي لينيج 2؟ لينيج 2 هي نفسها زمن المحاربين التي كنا نلعبها منذ زمن طويل، لكن مع الأسف تم إغلاقها كجميع الألعاب العربية التي تغلق بعد مدة قصيرة من إطلاقها. إذن سوف نقوم بتحميل وتجريب لعبة لينيج 2، هي لعبة زمن المحاربين من نفس الشركة التي ابتكرت هذه اللعبة والتي صنعت هذه اللعبة. إذن سوف نقوم مباشرة بالدخول إلى الموقع الرسمي للعبة كي نقوم بالتسجيل في الموقع مرة أخرى قبل أن نقوم بتحميلها. إذن أحبابي، هذا هو الموقع الرسمي. نضغط مباشرة على lineage2.com للدخول إلى الموقع الرسمي لتحميل اللعبة، ثم نتجه إلى هذه الصفرة ثم نضغط عليها هكذا. إذن بعد ذلك تأتينا هذه الصفحة للتسجيل بالموقع. لكي نقوم بتسجيل الموقع علينا ملء جميع كل هذه المعلومات. سوف نضغط هنا understand ثم نتجه إلى ملء المعلومات. هنا البريد الإلكتروني، طبعا الحال نكتب البريد الإلكتروني الخاص بنا. هنا يمكنك أن تضع أي بريد إلكتروني خاص بك أنت كيفما كان. أنا وضعت البريد الإلكتروني الخاص بجوجل. هنا تضع كلمات السر، ثم هنا تقوم بتكرار كلمات السر. بعد ذلك هنا تضع اسم مستعار لحسابك أو اسم حساب. بعد ذلك هنا تضع تاريخ ميلادك كيفما كان، يعني ليس بالضرورة أن يكون ميلادك الحقيقي. ثم الخطوة التالية هي أن نضغط هنا للتحقق حتى تظهر لنا علامة الصح هنا. إذن ها هي، ثم نضغط هنا. ليس هذا مهما، بل هذا هو المهم، وأيضا هذا الاختيار الثاني، ثم نضغط على continue. إذن بعد ذلك مباشرة سوف تظهر لنا هذه الرسالة، التي تؤرق الكثير من اللاعبين في هذا، يعني في سيرفر أمريكا هذا. إن هذه الرسالة تمنع الكثير من اللاعبين من الدخول إلى هذه اللعبة الرائعة الجميلة. إذن هذه الرسالة، كيف يعني ما حل هذه الرسالة؟ اليوم سوف أعطيكم حل حقيقي للتخلص من هذه الرسالة التي تقول لك لست مؤهلا لإنشاء الحساب. ما إذا واجهتك هذه المشكلة، أحدهم قد يقول بأن المشكلة هو إغلاق اللعبة أو حجب اللعبة للبلدان العربية، لكن هذا خطأ، يعني هذه معلومة خاطئة. سوف أخبركم لماذا. فإذا دخلنا إلى هذه الصفحة وإذا قرأت هنا، لدينا فريق الدعم للعبة لينيج 2. إذا فريق الدعم لهذه اللعبة يقول هناك حقا بعض البلدان التي تم حجب اللعبة عنها. ما هي هذه البلدان؟ هي مجرد هذه البلدان التي تراها أمامك، التي فيها أرمانيا وأذربيجان وبيلاروس والصين وكوبا وجورجيا وإيران وكازاخستان وكريغستان ومولودوفا، نورث كوريا، روسيا، السودان، سوريا، طاجكستان، تركمانستان، أوكرانيا، ثم أوزباكستان. هذه هي الدول الوحيدة التي لا يمكنها أن تدخل إلى هذه اللعبة. يعني ماذا؟ يعني الدول العربية يمكنها أن تلعب هذه اللعبة. طبعا جميع الدول العربية التي لم تذكر في هذه اللائحة فهي متاحة ويمكنها أن تلعب اللعبة، وليس هناك مشكل متعلق بهذا الأمر، وهذا الشيء مكتوب هنا. إذن ما هو الحل؟ حل المشكل هو أن تقوم بإنشاء الحساب عبر الهاتف. إنشاء الحساب عبر الهاتف، جرب هذا الأمر. لقد هذا ما قمت به، ولقد أنشأت الحساب. طبيعة الحال لقد قمنا بإنشاء الحساب. الآن سوف أريكم رسالة تأكيد. إذن بعد أن تصلك تلك الرسالة المزعجة وتقوم بتسجيل عبر الهاتف،
لا تقوم بالتفعيل، بل سنعود إلى الحاسوب ثم سوف نقوم بالتفعيل عن طريق الحاسوب. ندخل إلى الجيميل الخاص بنا، الجيميل. ندخل إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا الذي سجلنا به في الموقع، ثم اضغط على سويفون أو متابع وكلمة السر، ثم ندخل. إذن بعد أن سجلنا عن طريق الهاتف وصلتنا رسالة تأكيد التفعيل، ندخل إليها. سنجد رسالة تأكيد التفعيل، إذن سوف نضغط على هذا الرابط. إذن مباشرة بعد الضغط على تأكيد الحساب سوف يظهر لنا مباشرة تحميل لعبة Lineage 2، سوف نضغط عليها تحميل. إذن سوف أترك لكم رابط تحميل هذا البرنامج اللانشر، لانشر اللعبة، سوف أتركه لكم تحت الفيديو لتقوم بتحميله. بعد تحميله سوف تضغط عليه هكذا، تضغط الياس، بعد ذلك تضغط على نيكست، تضغط على اكسبت، ثم نيكست، ثم تتأكد من المكان. إذا كنت تريد أن تغير مكان الذي ستضع فيه اللعبة تضغط هنا، تضغط على next، ثم install. بعد ذلك تضغط على next مرة أخرى، تضغط على agree، يتم الآن. إذا نضغط على close، أظن هذه ننتظر. إذا بعد الانتظار قليلا سوف تظهر معنا هذه الرسالة تقول انتهى التثبيت، نضغط على فينيش. بعد ذلك سوف نضغط على أيقونة البرنامج، نضغط يس. يبدأ معنا البرنامج إذا مباشرة، يقوم الآن بتحديث ملفاته، انتظر قليلا. اذا كما ترى هنا يقول لك لقد يعني تحاول ان تقوم بتثبيت اصدار قديم، اضغط على confirm كي يتم تحميل ملفات الاصدار الجديد، اضغط على confirm كي يقوم بتحميل ملفات الاصدار الجديد. ولاحظ معي عندما تدخل الصفحة هنا ولا يظهر لك أي شيء، فاضغط على F11. عندما تضغط على F11، تضغط على F11 فتظهر لك الأيقونة، ثم سوف نضغط عليها. مباشرة نبدأ معنا لنقوم بتحميل اللانشر. إذا الآن يتم الآن تحميل اللانشر من الموقع الرسمي مباشرة بحجم 172 ميجا بايت لللانشر فقط، البرنامج الذي سيحمل لنا اللعبة. إذا ننتظر البرنامج يتم التحميل. إذا أعزائي هذا هو اللانشر، بعد تحميله سوف يظهر لكم على هذا الشكل، وسوف أترك لكم رابط تحميل اللانشر بنفسه تحت الفيديو حتى لا يعني تضيع وقتك في البحث عنه في الصفحة إذا كنت لا تريد بطبيعة الحال البحث عنه في الصفحة. لذلك نتجه مباشرة إلى اللانشر ثم نضغط عليه لنقوم بتثبيت هذا اللانشر والبرنامج الذي سوف يقوم بتحميل لنا اللعبة. هنا تختار اللغة التي تريد، لدينا هنا الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية وغيرها من اللغات، حتى التركية موجودة هنا. إذا أنا سوف أختار الإنجليزية ثم أضغط على أوكي.
ماذا الضغط على بعد أن تختار لغتك التي تريد، ثم تضغط على next هكذا next، ثم إذا بعد تصطيب النسخة الأولى ستطلب منا النسخة الجديدة، ثم نذهب إلى هنا سوف نختار المسار الذي وضعنا فيه اللعبة، المسار الذي وضعنا فيه اللعبة القديمة، الإصدار القديم هو الإس، ثم أنا لدي في هذا المسار بروجرام فايل، ثم هي نضغط هي التي يوجد هي التي وضعت فيها الإصدار القديم، ثم أضغط على أوكي، ثم أضغط على إنستال، ثم تضغط على إنستال، انتظر قليلا حتى ينتهي هذا، لأن ننتظر بضع دقائق ينتهي من تحميل ملفاته الضرورية. نقوم الآن بتثبيت البرنامج، ننتظر. إذا المزيد من الملفات يقوم بتثبيتها، ننتظر. إذا هذا برنامج يظهر هنا، إذا يقول لنا بأن هذا البرنامج ضروري لهذه اللعبة، لذلك قال لنا يجب أن نقوم بالضغط هنا إن موافق على الشروط، ثم ضغط على إنستال لتثبيت هذا البرنامج المساعد للعبة. إنه تلقائي، إنه يظهر تلقائيا، فتقوم فقط بالضغط كما فعلنا الآن. يتم تثبيت هذا البرنامج، ننتظر قليلا. إذا هذا البرنامج تأخر قليلا في التثبيت، الذي سوف يقوم بتحميل اللعبة. ظهرت معك هذه الرسالة، فقم بالتحقق من الانترنت لديك، ومن هنا تقوم بإغلاق الجدار الناري الخاص بالويندوز، تأتي إلى هنا ثم تضغط على، ثم تذهب إلى هنا تضغط على System and Security، بعد ذلك تدخل إلى هذه الأيقونة ويندوز فايروول، بعد ذلك ثم تضغط على هذا المكان، ثم تقوم هنا بالضغط على Turn Off إطفاء الإطفاء، ثم تضغط على OK، بعد ذلك تقوم بإعادة تنصيب اللانشر إذا حدثت معك مشكلة في ذلك. إذا بعد فكما ترى معي هنا، هذه هي أيقونة الإصدار القديم، وهذا الآن نقوم بتثبيت الإصدار الجديد. بعد ذلك سوف نقوم بنزع هذه، ثم نضغط هذا Finish، نجرب الآن. بفحص الشاشة هيا بنا. يقول لنا مرة أخرى You are the rain of the undead، أنت تستعمل البرنامج. سوف نضغط على OK، كونفيرم هكذا، نقوم بالدخول إلى اللانشر الجديد، سوف نقوم بصنع نسخة من هذا الملف، ثم نضعها داخل هذا اللانشر. هنا نقوم ب ضغط كذا، ثم اضغط على باست، اضغط على كونتينيو، اضع نسخة اخرى داخل الفولدر الخاص بالبرنامج،
بل ننتظر، ننتظر قليلا. إذن كما ترون أصدقائي لقد ظهرت أيقونة لينيج. إذن ظهرت أيقونة لينيج أخيرا كما ترى معي هنا. يمكننا الضغط على إغلاق هنا، ثم سوف تظهر معنا أيقونة لينيج. الآن نضغط عليها، ثم سوف نضغط على يس. إذن هكذا ظهر معنا لانشر الخاص بلينيج 2. إذن الشيء المهم الذي عليك أن تقوم به هو أن تضع إذا دخلنا إلى إذن إذا دخلنا إلى مسار اللعبة لا تنسى أن تضع يعني لانشر الثاني، تضع مسار التثبيت في إن إس سوفت كما فعلنا هنا، ثم تضع النسخة القديمة، تضعها داخل الفولدر، داخل يعني داخل ملفات الـ NS اللانشر الثاني لكي يقوم بقراءتها، ثم بعد ذلك سوف تظهر معك هذه الأيقونة. إذا ندخل مباشرة الآن ندخل نفس المعلومات التي سجلنا بها في الموقع، ثم كلمة السر التي سجلناها في الموقع، ثم أضغط لوجين. نعم هنا تختار، إذا هنا لدينا النورت أمريكا ثم السوت أمريكا، هذان الاختياران هما الموجودان فقط في هذا المكان. إذا بما أن لدينا ثلاث اختيارات فقط، نضع نورث أمريكا، دع نورث أمريكا، ثم نضغط على لوجين. ليست فيها أوروب ذلك. إذا هنا سوف نقوم ب سوف يرسل لنا كود التحقق إلى البريد الإلكتروني. نتجه إلى البريد الإلكتروني مباشرة، نتجه إلى المتصفح، تدخل البريد الإلكتروني الخاص بك، وأنا سوف أدخل البريد الإلكتروني الخاص بي. سأضع gmail.com كما هي مكتوبة هنا، هو حساب جوجل. سأضع هنا البريد الإلكتروني الذي لدي في جوجل، بريدي الإلكتروني. ثم اضغط سويفون او نكست او متابعة على حسب لغة جهازك، ثم تضع هنا كلمات السر، ثم تضغط سويفون مرة اخرى، ثم ننتظر الدخول. بعد ذلك سوف تجد هذه الرسالة، سوف تضغط يعني سوف تجد فيها كود التأكد من التحقق من صاحب الحساب او صاحب الجهاز. تضغط على هي وتضغط كوبي او كوبي او نسخ، ثم تتجه الى المكان هذا، تضع لصق او كوب او كولي او باست على حسب لغة جهازك، ثم تضغط هذا كي يحفظ لك الاي بي الخاص بك، ثم تضغط كونفيرم. بعد ذلك ننتظر قليلا، وهكذا سوف يظهر معنا اللانشر بهذا الشكل. إذا حجم اللعبة كما ترى معي هنا هو 8.94 جيجا فقط للعبة، 8 جيجا فقط في اللعبة. ننتظر إلى حين تحميل اللعبة، الآن يتم الآن التحميل. كما أنه في هذا اللانشر يمكنك تحميل بليد أند سول أيضا، موجود هنا قرب اللعبة مباشرة. إذن وهكذا نقوم بانتهاء من شرح طريقة تحميل لينيج 2. سوف ننتظر الآن التحميل ثم نعود إليكم لنستكشف اللعبة.
أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.